بنكهة إفريقية يمتزج الإبداع والأفكار المبتكرة في فضاء صالون المؤسسات الناشئة المنظم على هامش الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة. الصالون الذي جمع نحو 200 عارض كان فرصة لبحث سبل تحسين النظام البيئي للشركات الناشئة في القارة الإفريقية. نريد من هذا العرس القاري أن يكون حقيقة فرصة لكل فاعلين في النظام البيئي لشركات الناشئة والابتكار والتكنولوجيا في إفريقيا أن يكون موعد سنوي يمكننا كلنا من العمل سويا على الجعل من النظام البيئي لشركات الناشئة في القارة الإفريقية نظام أكثر تلاؤم مع الشركات الناشئة الإفريقية ونظام يرقى إلى تطلعاتها وإلى تطلعات شبابها. نحن نؤمن أن الأفارقة وحدهم من يحملون حلولا للشعوب الإفريقية. نتطلع للتعاون فيما بيننا لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تعرفها القارة الإفريقية. شباب إفريقي مبدع في عدة مجالات يجتمعون هنا للبحث عن آفاق لتطوير مؤسساتهم الناشئة من خلال التعاون وتبادل الخبرات. الفرق اللي جاوا لنا من إفريقيا كامل سواء تابعين إلى مدارس ولا تابعين لشركات ناشئة. هي فرصة أصلاً باش نديرو دي بارتنيريا معاهم ويكون عندنا تداول معلومات وتداول يعني وش عندنا طموحات للمستقبل إن شاء الله. مؤتمر زي دوت بيدي فرصة كويسة جداً للشباب والأفكار الجديدة إن هي تطلع. طبعاً بنحتاج فند فبندور على انفستورز. أفريكان ستارت أب كونفرنس. المؤتمر الإفريقي للمؤسسة الناشئة بالجزائر هو مكان تلتقي فيه أغلب المؤسسة الناشئة الإفريقية. ننتظر من هذه المبادرة شراكات واستثمارات لأن إفريقيا بحاجة إلى كل ما يتعلق بالرقمنة لتنميتها. البحث عن حلول مبتكرة رهان يرفعه هؤلاء الشباب لجعل مشاريعهم وشركاتهم الناشئة في صلب الحركية الرامية لتنويع اقتصاديات الدول الإفريقية والدفع بالتنمية في كافة أرجاء القارة السمراء.